إن شاء الله بيصير خير. إن شاء الله، إن شاء الله. أنا وثقت فيك يا سيد علي رضا. أنا بكفله لابني. السيد بده يشتري. آه عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. تسلم. معناته بكرة بجيب المدام مشان تشوفه هي كمان. أهلا وسهلا، بتشرفونا أكيد. أنا كمان بكون هون، بتشرفونا. نلتقى بكرة. مع السلامة. مع السلامة. خاطركم. الله يلا سلام. يا الله بعنا الشقة يا ابني، بعنا شقة. استنوا شوي، اقبضوا من الأول بعدين انبسطوا. هاي ثالث مرة بيجي لهون وأكيد رح يشتري أكيد. شكرا كثير لك بابا، جيتك كانت خير علينا وأقنع الرجال كمان، هو اللي باعه مو نحنا. إن شاء الله أكون نفعتكم بشي. استغفر الله عمي علي رضا بيك. لكن خليني أخذ عائشة وروح، كنا رح نتعشى الليلة مع أهله لجميل، بس شو فيني أعمل؟ يلا باخذها معي. لا روحي، ما في داعي تاخديها معك، خليها عنا وبكرة بتروح على مدرستها من هون. هيك رح نعذبك. مو نحن أهلك بنتي؟ تفضل تفضل. انا عم بقول انه الشغله ما رح يمشي حالها بس بشاي، بدها حفله مو؟ بعد البيع ان شاء الله. هذا السيد مجيد، شو بده يا ترى؟ الو. نعم. كيف امورك يا شوكه؟ انا منيح سيد مجيد، انت كيفك؟ والله من بعد آخر حديث بيننا بقي بالي مشغول عليك. قلت لحالي خليني اسمع صوتك واطمن عليك وعلى شغلك. كلك ذوق. بعرف اني مقصر معك وعم يضل بالي مشغول عليك، خلينا نقعد شي قاعدة وندردش مع بعض ونطمن على احوالك. شو عليه؟ ان شاء الله بلاقي وقت ومنلتقى. ايه شو في اخبار؟ ما في شي، اليوم اجا بابا لعندي. عن جد؟ هلق هو جنبك؟ ايه ليكو جنبي. تحكي؟ ما في داعي، بس سلم لي عليك كتير. مرحبا، يعطيك العافية. اهلين، تفضلي. حابة اشوف مجيد بيك. مكتبه فوق، تفضلي لعنده. شكرا. العفو. طيب بيك خبرك عن البيت؟ أنا قلت لي لا تطلعوا تستأجروا، خليكن هون. بالله عن جد؟ ما سمعت منه هيك شيء. إيه والله. طالما القصة كم شهر فيني أقعد أنا وياهي، ليش لا يطلعوا يستأجروا برا؟
عم يقولوا 6 شهور، حدا بيطلع مشان 6 شهور؟ أكيد لا. بعدين نحن صرنا عيلة وحدي، وأنا ما برضى على حالي يطلع وأنا قيعي. مو هيك يا ابني شوكة؟ أنا ما فيني أخذ قرار عنه، بدي خبره بالأول. طيب ماشي خيي، بعدين بنحكي. ماشي، مع السلامة. الله يفتح بوجهك. الله معك سيد مجيد. الله معك. مرحبا. أهلا وسهلا. اتصل يخبرك مشان ليلى؟ لا مو هيك، عم يقول خليكم بالبيت 6 شهور تانية. طبعا لا تطلعون، عرض منيح. لا يا ابني ما بيصير ما نطلع. تأمين البيت وهي للشركة وهي للسيارة، هي كلهم هلأ صاروا جاهزين، وأنا حبيت جيب لك ياهم بإيدي لهون. ليش عزبتي حالي؟ علوة لو بعتيها بالبريد. عم قلك حبيت جيبهم بإيدي لأنه مبارحة حكيت معك بطريقة مو منيحة. بترجاك تسكري على هالموضوع. حاضر، بس أنا لازم أشرح لك بالأول ليش أنا حكيت معك بهالأسلوب، وأرجوك تسمعني منيح. مجيد بيك، مجيد بيك، أنا كنت متزوجة من قبل وما صار لي زمان منفصلة عن زوجي. بصراحة أكتر أنت كمان بتعرفه، أنا كنت متزوجة شوكة تكين، شوكة ابنه للسيد علي رضا. بعرف هالشيء. تعرف؟ يعني أنت عرضت الزواج علي وأنت بتعرف؟ لا أبداً، حاشا، جديد عرفت اليوم الصبح حتى عرفت. غريبة. صدقيني اليوم عرفت، شفت صورتك بالصدفة وسألت الست خيرية. بيعرفوا أنك بتعرفني؟ لا أبداً لا، ما بيعرفوا. الله أعلم شو بيكونوا حاكين علي، أصلاً هنن ما حبوني أبداً، كانوا حابين إنه يتزوج سهى، ما كان بدهن ياني. ما بعرف، ما عندي علم بكل هالقصة. على كلي أنا ما بيهمني شو دخلني. طبعاً ما دخلك. طيب فهميني، يعني ليش ما خبرتيني من أول يوم مين بتكوني؟ على القليل ما كنت وقعت بموقف محرج. معك حق بهالشي، بس أنا ما كنت متوقع أني رح شوفك مرة تانية. أول مرة لما شفتك ببيتهم كان معي المحامي تبعي، كنا جايين مشان نترك ورقة قبل المحكمة، وأنت لحالك فكرتني جاي مشان اشتري البيت. إيه مزبوط. وأنا وقتها ما حبيت أعطيك اسمي. قلت اسمك نورها. مزبوط، ما أعطيتك مجال بالمرة. وبعدها لما شفتك بمكتب السيد يمان تفاجأت كتير، أنت اللي دخلت على حياتي مجيد بيك، مو أنا اللي دخلت على حياتك. أرجوك تتفهم موقفي منيح. خلينا نقول الدنيا صغيرة، لا تكبريها وتحكي هالحكي. وأنت بتعرف أني تهربت منك أكتر من مرة. بعرف، لأنه لو عرفوا أنك بتعرفني كان رح يصير في إزعاج إلك كمان. أنتوا عايشين بنفس البيت، واضح أنكم رح تبقوا هيك لفترة أطول كمان. ما حدا بيعرف، لهيك حبيت أبقى بعيدة عنك. وإذا حابب تعرف ليش هنن ما حبوني، وإذا ما رح تمل خليني أحكي لك. لا العفو، تفضلي. وأنا هلأ رح سمعك كمالة الحكاية. جبتي كل أغراضك؟ إيه جبتهم كلهم. منيح،
حبيبتي اوعي تنسي شيء لانه ما معنا مفتاح. رح اعطيكي مفتاحي، ما بتعرفي شو بصير. اه طيب، لو كان اخر الاسبوع كنت اخذتك لعنا. معناتها بيجي اخر الاسبوع بنام عندك. طيب بنحكي فيها. الله يعطيكم العافيه، يلا بنلتقى بكره. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الله معكم، يعطيكم العافيه. عمي شو رايكم نروح نغير جو؟ نقدر نروح، في عنا حارس بالمشروع، شو قلتوا؟ بس بشرط على حسابي الليله. ها. اعطيتنا مصاري وكمان بدك تعزمنا، معقول هيك؟ طبعا ما بصير بابا، انت ضيفنا الليله واهلا وسهلا فيك. طيب معناها يلا، لكن خليني غسل ايدي بلو. ماشي، وانا كمان بدي غسل. شوف كيف صرت كلي غبره. لا تواخذنا، هذا شغل الورش. وانا ما قلت شي يا ابني. تفضل. تفضل. سهى الوحيدة من بيناتنا اللي كانت تعرف وين شوكت. تصور أنا مرته ما كنت بعرف وينه، وبعدها مسكته الشرطة وأخدوه على السجن. ما كنت بعرف. طبعاً ما رح يحكولك، وكمان وضع نجلة وليلى شي بيخجل وما بينحكى. والله بس إذا الواحد بيوقع شو بيعمل؟ بده يساير. أنا عشت معهم كل هالمصايب وكنت حط بقلبي، ولما تمردت وعارضتهم تجمعوا كلهم ضدي وحاربوني. كله لأني ما تغاطيت عن ابنهم الحرامي، وكمان لأني ما سكتت عن سلوك بناتهم، وبالأخير لأني ما سكتت لهم على خيانة شوكت. ليك إجا شوكت. ماشي. والله يا ريس، هاي البنت بس تشوف شوكت بصير خدودها حمر، يبدو لي في شيء بيناتي. بس حبابي ومرباي وكمان لابقين لبعض، نصيحتي انتبهوا لا تخلوها تروح منكي. لو سمحت لا تلمح بشيء قدامه، يعني هذا الموضوع حساس شوي. يعني في شيء بيناتي؟ لا بس مثل ما قلت لك، حتى ذكر لا تذكره. لا ما رح احكي فيه ابدا، بس انا القطع الطاير. لمع عيونها وصاروا يضحكوا واحمروا خدودها. لو سمحت. وهذا أوس، ما هو زوجة لليلى؟ إذا أنت عندك حدا بتعرفه بالأمن خليه يورجيك على كل الدعاوي اللي أنا مقدمتهم ضدهم كلهم. وأوس أنا اللي بلغت عليه لما هرب من السجن. وهذا كمان شو قصته هربان من السجن؟ أنت صدق بس اللي رايد وحابب تصدقه، وفيك تاخد قرارك مشان الشغل معي، وأنا رح أنقل كل ملفاتك من عندي على المركز الرئيسي. وإذا مالك حابب تشوفني اتصل قبل ما تجي لعندي أمام بيت. بس أنا عن جد تشرفت بمعرفتك مجيد بيك، وكمان تشرفت كتير بعرض الزواج تبعك. بس الدنيا اسمي ونصيب، بشوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة يا خانو. أنا خلصت دروسي خالة فكرات، تركية وروحي ارتاحي، أنا بساوي عنك. ارتاحي أنتي، أنا خلصت. وأنتي التانية مالك قليلة منوب، شفتي شو عملتي قدامهم وهلأ شو عم تعملي؟ ليش أنا شو عملت؟ والله ما بعرف. دخيلك تيتي. خلصت أمي العجا. لا تحكي هيك. لوين؟ بدي اتصل بالخالة نهى. سلمي عليها. رح تلبسي فستان العروس الأبيض يا خالة نهى؟ دخيلك، مشان الله حاجة، فستان عروس شو؟ أساساً ما رح يكون فيه لا عرس ولا شيء. ليش هيك عم تحكي؟ رح نعمل حفلة صغيرة. ايه بنعملها بجنينة بيتنا. والله فكرة. سهى بلاها اختراعاتك بنتي. هذا أكيد عمو أحمد. ألو؟ مرحبا خالة نهى، أنا فكرات. أهلين فكرات، نحن مناح وهلأ ليكنا قاعدين عم نتعشى.
في شي أخبار عن أهلي؟ مثل ما عرفتي أمك رح تنام الليلة عند ليلى، وأبوكي راح لعند أخوكي شوكت، وعائشة رح تضل عنا الليلة. لا تاكلي هم حبيبتي، نحن مرتاحين، وعائشة كمان مبسوطة كتير عنا. طيب ما رح أسألك شي مشان ما تفهم علينا. إيه ماشي حبيبتي، لا تخافي علي، بدبر حالي، وإذا صار شي بحاكيكي. أنتي لا تاكلي همنا بنوم. سلميلي عليها. ليكي عائشة بتسلم عليكي كتير. سلمي عليها وبوسيلي إياها. يلا منحكي بكرة الصبح. ماشي روحي، سلمي على الكل عندك، تصبحي على خير. وانتي من أهله. بعتت لك هي البوسة، تعي لشوف. كانت قلقانة على عائشة. هي أول مرة ماما وبابا بيناموا برات البيت بعاد عن بعض، صرت بهذا العمر ولا مرة شفتهم هيك. لك دخيل عمرك أنا، كنتي بدك تقولي ما شفتيهم هيك بحياتك مو؟ قصدي ما صار هيك من قبل. أنت لازم تفكر بالعرض اللي عرضه السيد مجيد بابا. قل لهم كم شهر؟ حتى لو ما بتعرف شو بصير فيه. ما رح يصير شي عمي علي رضا بيك، نحن كسرنا النحس، ورح يصير في معكم مصاري لتشتروا بيت. ما بدي يكون عبء على حدا. أنا ما عم قول نضل ببلاش، رح ندفع له أجار. مزبوط، وبدل ما تدفع الأجار لبيت تاني بتدفعه للسيد مجيد. بكرة بتفرج بابا، بس نستنى شوي وبتصير أمورنا إن شاء الله عالي العال. أساساً مالي علاقة، احكي مع عمي، خليها تعمل اللي بدها. شوكت، أنا ما رح أرجع لهذاك البيت. شو هالحكي بابا، معقول؟ لو سمحت. أدويتك معك؟ لكن بعد العشاء بروح بجيبه. ما في داعي، أنا كتير منيح ومالي محتاج شي من هذاك البيت. الله يخليك بابا، روق شوي، رح روح جيبهم سيارة خضر. خليه يروح يجيبهم عمي علي رضا، لازم تاخذهم. شوف اللي وقع فوق راسي بعد كل هالعمر، زلمة طول وعرض عم يترك البيت. رح يرجع، انت لا تاكلي هم. شو ما بتعرفي عن هادو يعني؟ هو عم ينتظر اني روح لعنده وقل له بترجاك، خلص رجع على البيت. بس لا خلص بقى، وانا كمان وصلت معي لهون، ما فيني اتحمل اكتر. الو. منيحه حبيبي، صرت احسن، قاعدين انا وامي. لا تخاف علي، لا ما عم يوجعني شي بنوب هلا، قبل شوي مشتني امي برا. ماشي حبيبي، وأنا كمان، دير بالك على حالك. يلا باي حبيبي. شو قلق عليكي؟ هلأ أوصل على البيت وتعبانة من الشغل، اتصل فيي قبل ما ينام. هو دائماً هيك مهتم فيكي ولا عم بيمثل بس قدامي؟ أمي لا تشغلي بالك، أنا كتير مبسوطة، قلبي مرتاح كتير وماني قلقانة أبداً. طيب منيح، خليه يعقل. صحيح أنا عانيت منه لما تجوزنا بالأول وكنت أتعذب معه، بس هلأ هو واحد تاني، يمكن لأنه تغيرت. خليه هو كمان يتغير. لو تعرفي أمي قديش أنا مبسوطة معه. خليه بالأول يطلق مرته ومن بعدها بترتاحي، أنا لهلأ مو مطمنة. أنا مو مثل نجلة أمي، أنا متأكدة أنه هي ما بتحب جوزها. شوفي على هالحكي. إيه أمي، رجعت له لجميل بس بشان فخفخته، صدقيني. مشان الله تسكتي ولا تطالعي لي، خليه باخر هالليل ليلى. انت احكي شو ما بدك، بس انا ماني مثل نجله، وانا هلا اخترت الحياه اللي بدي اياها. اسمعي، ما عاد يهمني شي بنوب، مع اني خسرته لابي. برافو عليك، كبرتي والله. على كلن، الوقت هو اللي رح ورجيكم اني على حق.
حتى إذا أبي ما بده يسامحني خليه ما يسامح. أنا مسائلة عشي ابنه. أهلا وسهلا جميل بيك. مساء الخير. اجيت حياتي؟ خمس دقايق وبكون جاهزة. مو عأساس بدنا نتعشى مع أهلك؟ لا تواخذيني، بس نسيت اتصل فيكي وخبرك العشاء اليوم التغى. ليش؟ لأنه بابا عنده سفرة كتير ضرورية بكرة، لهيك التقينا بالنهار وحكينا. كيف هيك؟ يعني أكلتوا بدوني؟ يعني مو غدا غدا، هن كانوا بالنادي وأنا لما طلعت من الاجتماع رحت ومرقت عليهم لهنيك. طيب ليش ما خبرتني؟ كنت أنا كمان لحقتك. بهذا الوقت بتكوني بالجامعة نجلة. هن ما بدهم يشوفوني مو؟ مشان الله لا تبلشي نق فوق راسي. ليش؟ أنت مو ملاحظ كيف صايرين عم تعاملوني جميل؟ كل ما بحاول أقرب خطوة لعندكم بتبعدوا عني 10 خطوات. من إمتى صرنا أنا وأنتو؟ شو هاللهجة الجديدة نجلة؟ من الأسبوع الماضي وأنت عم تحكي وتقول لا توعدي حدا بهذا اليوم بدنا نتعشى مع أبي وأمي. أنا تركت كل مشاغلي بسبب هالعزيمة. شو هالمشاغل اللي عندك؟ رجاءً لا تكبريها هيك. كان المفروض كون جنب أختي عائشة ببيت أهلي هلأ. الواحد بيرفع السماعة وبيخبر، ما كنت جهزت حالي كل هالقد. معناها بنطلع ونتعشى برا لحالنا، وهيك ما بيروح لبسك على الفاضي. مو متزحزحة من هون، ومن هلأ ورايح بدي أشوفهم وقت اللي أنا بدي، لحد هون وبس. حبيبي، أنا بعتذر كتير. معك حق، هذا كان تقصير مني أنا. مع القليلة كنت خبرني. آسف، أنا كتير آسف. لساتها قصة نظمي هي السبب؟ مشان هيك اني مو حابين يشوفوني ما؟ لا بعرف انه هيك. طيب ماشي، معناها نحن كمان رح نضل بعاد عنه، وهذا احسن شيء للكل. شو؟ نجلة بترجاكي، شو رأيك نتعشى هون؟ انا تعبان، بلا ما نطلعنا برا بناكل هون. ماشي مثل ما بدك. نعم أمي. بدك تجيبي دفتر الرسم تبعها وكمان إقلام التلوين من غرفتها سهى، والألوان المائية. وكمان الألوان المائية. ماشي، إن شاء الله أعرف لاقيهم. محطوطين فوق طاولتي. عم بتقول محطوطين فوق طاولتها. ماشي. ما في شي تاني ما هيك؟ شوفي، ما عاد ابعت سهى لعنكم مرة تانية، والباقي منجيبهم بكرة. ما عاد بدي شي. يلا فوتي نامي بغرفة سهى، يلا اركدي. تفضل هدول كمان معلم، حطهم فوق البقية. ما في داعي يا ابني يسلموا. خلينا ندلل أبوه للمعلم شوكات. يسلموا يا ابني. تفضل عمي علي. هو صحيح ماله مريح مثل تختك بالبيت، بس بيضل مشروع ابنك، وهي إلها طعمتها الخاصة، ورح نحكيها لسنين طويلة. طبعاً طبعاً عمي علي رضا. يا سيدي هذا ابنك بقسم لك أنه مثل الألماس، وعن جد بعتبر حالي كتير محظوظ لأني عرفت شخص مثله. تسلم. إن شاء الله بكرة بس لا يطلع هذا الطابق رح ترتاحوا كتير. كلنا مع بعض يا عمي علي رضا، كلنا مع بعض. يلا تصبح على خير.
انت شو عم تعملي عندك؟ يا الله منا خوفتني. عن جد خفتي؟ ايه طبعا. مو عائشة عنا؟ كانت نسياني دفتر الرسم، اجيت مشان اخده. شو عمو علي رضا ما اجا؟ لا ما اجا. انا اجيت مشان اخذ له ادويته. منيح. منيح انه التقينا، الي نصيب شوفك. طيب تعي خلينا نقعد شوي. اشتقت لك، صار لي زمان ما شفتك. خلص بكفي. انا مليت من يباس راسك، افهمني. انا ام بجوز تقدر تستغني عن ضناك، اما انا ما بقدر ابدا. وما فيك تمنعني من شوفة بنتي وخاصة بالصروف. قسما عظما اذا بتطلعي من هالباب صدقي ما حتشوفيني بالمرة. روح اعمل اللي بدك اياه ولا تتطلع. خلص بكفي. هادي اللي شاطرة فيه، وصلت معي لهون. حاجة بقى تعطي وش للبنات بسببك طلعوا عن شوري. دخيلك يا ربي. خلاص ما عاد فيني يا لك، عم ببلع كل شيء. كل شيء صار بسببك لك. انت علمتيهم الكذب، كنت تمرقيلهم لحتى ما عادوا حسوا بوجودي يا خانو. قسما عظما اذا بتطلعي من هالباب صدقي ما حتشوفيني بالمرة. برافو شوكت، كتير منيح. صبر ورح تشوف كل شيء رح يتصلح بوقت قصير. بتعرف لما اتصلت فيني وقلت لي انه طلع اول طابق، حسيت انه الدنيا ما عاد وسعتني. وجودك هو اهم واحلى شيء بحياتي. لأنك الوحيدة اللي فهمتيني، والوحيدة اللي صدقتيني. يبدو أنه السيد مجيد وقع وما حدا سمع عليه، بس المسكين مو عارفان بأي جورة غطس. مفكر هذا هو الحب، بس مثل ما بيقولوا المكتوب عشبين لازم تشوفوا العين. طبيب قرع قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت الليلة داريها. طبيب لا تقلوم شنبي الناس أداريها، يا مجراح سهرت الليل أداريها. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. طبيب جراح قلوب الناس أداويها، يا مجراح. صباح الخير. صباح الخير عمي علي، رقبتك متشنجة؟ هلا بطيب. هذا طبيعي أول ليلة، بعدين تتعود. طبيب جراح قلوب الناس داويها، يا مجراح سهرت. هذا مجنون كل يوم هيك. أنا بدي غسل. بس بدك تغسل بمية البيدون. ها ماشي. بعد الفطور رح أعمل له مساج عرمرمي حتى ما يقول إنه ما ارتاح بورشتنا. لا ما رح يقول. أهلين عمي. أهلين فيك. تعود هون تفضل. صفرة شغيلة. شي حلو. ما
شو شوكات؟ شو في من الصباح؟ ما في شيء. لا يكون عم تلعب من ورانا. والخبز سخن كمان. يلا تفضل. أكيد فطروا الشباب مو؟ إيه أكيد، وبيكونوا خلصوا. حطينا لهم غاز لحالهم، وهنيك بيساووا شاي وبيزبطوا حالهم كمان. منيح. أنت ما ارتحت بابا، ما هيك؟ لا، مرتاح ابني مرتاح. أبي لا تنسى تأخذ الأدوية. ماشي، بأخذهم بعد الفطور. إن شاء الله ما فيقت حدا لما رحت على البيت مبارح. لا، أمي كانت فايقة. هاي فكرة. ألو؟ شوكات شو عملتوا؟ شو بدنا نعمل؟ قاعدين عم نفطر بالورشة. لساتو عندك أبوك؟ ايه طبعاً، ومزاجنا رايق. معقول يضل عندك هيك بالورشة؟ أنا كمان هيك قلت له. معند مو هيك؟ كتير. خليني أحكي معه. طيب، ماشي حبيبتي، ببوسك. فكرة بدها تحكي معك. صباح الخير. صباح الخير أبي. أنا اتصلت بكير مشان تجي لعنا. لا، أنا مرتاح هون. أبي، لو سمحت، نحن هلأ بدنا نظبط جنينة والورد، وتحسين قال إذا أبوك فاضي خليه يجي يساعدنا ويعطينا رأيه. الله يخليك بابا، تعال عنا. إذا بتجي بتساعدنا كتير. إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله. نحن اتنيناتنا ما منفهم الورد، وطبعاً بيكونوا غير لما بتزرعون أنت. كل شي من إيدك بيكون غير بابا. شكراً بنتي، بس لخلص شغلي بجي. شغل شو عندك بابا؟ بابا أنا هلأ بحاجتك، تعال عندي أحسن ما تقعد بالورشات. اسمعيني، في عندي شغل بالبيت، بس لحتى أخلص أكيد رح أجي. ماشي بابا، أكيد أنا رح أستناك. ها ماشي، يلا سلمي لي على تحسين. هو بيسلم عليك، عم نستناك. ماشي بنتي، الله معي. مع السلامة. شراب عمي هلا بيبرد. وهي أدويتك قدامك مشان ما تنسى تاخدهم. تحسين؟ حكيتي معه شي؟ قلت له يجي. يا ريت هيك بيرتاح. بس مو دغري رح يجي، وأنا ما بدي يتشنطط هيك. هلأ معند وما بده يرجع على البيت بلا ما يضل بالورشة. أهلا وسهلا فيه، ولو البيت بيته، بس يعني ياريت نحن نخلص كمان. إمتى منخلص؟ ياريت لو نخلص المساء. ماشي روحي، منحاول نخلص. أنت قولي له يجي. ومين اللي جاية لهون؟ يمكن يجي أبوها لفكرات. لكن كل هالتحضيرات مشانه. وأنا فكرت عم تساوي غرفة لدينا. أمي فوتي لجوا بلا ما تلبكينا هون وتدوسي على شي مسمار. الله يرضى عليكي. يلا أمي، يلا يلا فوتي لجوا. دخيلك ابني، خليني أقعد شوي بجنينة واتفرج عليكو بلا ما فوت لجوا وتدوس على مسمار شي حدا هلأ وتزعى. تعي بنتي، يلا تسطحي.
جيب لك مخدة تانية حياتي؟ لا يسلموا. يلا بنتي اتغطي. امي شو روحي؟ انا كتير مبسوطة هلا انك جنبي، بس بصراحة امي ما بدي يكون السبب يزعلكن انتي وابي. دخيلك شو اعمل؟ خلص صار. اذا بدك روحي شوي بس لأعمل لك شي كم أكلي لحتى أطمن على أكلك، بعدين فيني روح. أنا بعمل أكل، أنتي لا تعزبي حالك. بتحبي الكوسة محشي؟ أعمل لك إياها، وبجنبها بعمل لك شي طبخة تانية غيرها، وشي طبخة بالزيت إنجنار. ماشي. طيب خليني شوف شو ناقصنا بالبراد. شوفي أو اسمع عنا شي. ما فيكي تبلشي لبين ما روح جيب الخضرة واجي. أمي خدي هون في ورقة وقلم. أوس روحي لا تزعل، لا تتضايق منا الله يخليك. أنا مو منتبه بنوب، أنا بس عم بتطلع بعيوني. بساوي صينية خضرة وصينية معكرونة جنبها. شكراً أمي. أهلين وسهلين بنتي. مرحبا. كنت بدي مر على البيت بس مفتاحي عندكم. فوتي حبيبتي فوتي. يمكن أمك لسه ما رجعت على البيت، لو رجعت كانت اتصلت. شو اللي عم يصير خالي؟ يعني عمليتها بسيطة، ليش ما عم ترجع؟ ليكون في شي. الله لا يضركن بنوب. شوفي أكيد ما في شي، ساوي لك قهوة؟ لا لا اسلم وما بدي. طيب يلا عدي. شوفي هدول كتالوكات جبتن منشان اتفرج فيهن على عفش البيت. لكن ألف مبروك، إن شاء الله بتنبسطي. شكراً. أنتوا حكيتوا شي؟ إيه حكيتن مبارح المساء. استني لدق على موبايل ليلى. ما في داعي، خلص خالتي قعدي. لا أيوه بنتي، وأنا نشغل بالي. إيه وهي ليلى. هلأ رح أعطيكي أدويتك. بكير. بشنطايتي. ليلى نسيت اكتب البقدونس وشمر. هلا بجيبهم. خالة نهى. الو. الو ليلى كيفك؟ منيحة خالة، هلا اجينا. شو قوام طلعوكي؟ اخ خبريني، اكيد ما في وجع مو هيك حبيبتي؟ لا عم باخد دواء، انا منيحة وامي جنبي. كنت بدي أسأل عنها، نشغل بالي عليها لما ما شفتها اليوم. تفضلي. طيب ماشي، إن شاء الله عليك العافية. شكراً. احكي أمي. ألو حياتي منيحة، منشكر الله. بدك شي؟ لا حبيبي. إيه طلعت. إيه والله منيحة. ليلى خليهم معك. ايه جاي، بس قلت بحضر لي شي كم طبخة وبجي. ايه والله نجلة هون وهي كمان مشغول بال عليكي. ماشي انا جاي بعد الظهر. عائشة ازعجتك؟ لا ايوه شلون، عائشة مانا صغيرة بنوب ما شاء الله عليها. فطرتها منيح ولبستها منيح وبعدتها عن المدرسة، وانتي لا تشغلي بالك. الله يقدرنا على مكافاتك. في شي خبر من هداك؟ لا نجلة مرقت على البيت وما لقيت حدا منكن هنيك. ماشي
يلا حبيبتي بعدين منلتقي، وبس اجي بدق لك. ماشي اختي، يلا والحمد لله على سلامتها. تسلمي تسلمي اختي. شو هي هلا عندها بالبيت؟ بدها تجننه لأبي. نجلة دخيلك ما تحكي له بلا ما يعرف، الله يعينها. يعني شو بدها تساوي؟ بدها تساوي له لقمة أكل. حاجة بقى تبرروا لخالي، تعرفي هديك المرة شو عملت؟ أمي عم بتحاول تغطي عليها وهديك عم تتدلل، وأمي ما عم تعرف تبعد عنا. آها معلش نحكي بصراحة نجلة، وخلينا نفكر بعقلنا شوي. هاتي قليلي لشوف قديش أمك وأبوك انقهروا وتضايقوا عليكي. لك بنتي شلون بتنسي اللي ساويتي؟ هذا كله مين كان سببه؟ وشو كانوا بيقدروا يعملوا غير اللي عملوه؟ هلأ بدك ياهن يتخلوا عنا؟ هاي بنتهم بضوعوها؟ ماشي ماشي أنا ما قدرت أوصل لك فكرتي. لا وصلت منيح، بس أنتي مو حابة تفهمي شو فكرتي حبيبتي. لو سمحتي أعطيني المفتاح لروح. ماشي. تفضل. بخاطرك. مع السلامة، زورينا إيه؟ بخاطرك. الله يعين قلبك يا خيرية على هالبنات. شو ما عملتي معهم مالهم رضيانين؟ مجيد بيك؟ أهلين. آسف للإزعاج، بدي بس دقيقة منيك. أهلا وسهلا. ما رح طويل، قول اللي عندي وبنقلع فورا. تفضل اقعد. من يوم ما انت حكيتي معي يعني الله يعلم كيف ما كانت عقلي عم تشتغل. ضايقتك مو؟ والله الحكي اللي قلتيه خربط لي عقلي. يعني طبعا ما بيخصني، بس مو معقول يكونوا الناس هيك. واللي مضايقني انه الناس يكونوا كلين بوشين. انا ما بحب كتر الحكي، انا واحد واضح وصريح، بحكي يلي بيعجبني ويلي ما بيعجبني وما بيفرق معي شيء. لهيك استتقلت. أنا كنت مفكر حالي إني غلطان فيك، ما طلعت غلطان فيهن هن. بس الله كشف لي الحقيقة ووضح القصة. بس ما حكيت لهم إنه هالحكي مني مو؟ أنت وعدتني. لا لا لا، بارح تأخرت لرحت، قعدت بالمكتب وفكرت منيح. هلق المهم فت عجنيني، بس بدك الحق الله كشف لي اياهي. شفتي بعيوني شو؟
يعني هدول اللي كانوا عم يلعبوا من وراك هو وياها شوكة وسهى؟ أيوة أيوة، بس لهلق ما مشيت المي من تحتيك، فيك تلحقي. شو شفت؟ قول شو شفت؟ لا تضايقي هالقد. قول شو عم يساوي؟ إي بالله. ضابين صورتها ولا كأنه عملت شيء. يا خضر شو بدك؟ قل لهم يديروا بالهم على البلوك ما يكسروه. ماشي. الو اهلين نجلة. شو الاخبار؟ منيحة. أبي عندك؟ منيح اللي إجا أبي، صار الكل يدق لي. بالله وأنت ما بدك؟ أي رح صير دق لما بدك، نحن مندق. طيب خدي أحكي مع أبي. يلا الله معك نجلة. بالله. ألو. مرحبا أبي، جيت على البيت ما لقيتك. كيفك؟ إذا بتريد بابا لا تغير الحديث، ليش هيك عم تساوي؟ الموضوع بيني وبين أمك، رجاءً لا تتدخل، أنا كثير مزوج. بس هيك ما بيصير، أنت بقرني وأمي بقرني وهالصغيرة ضايعة بيناتكن. شو يعني أمك بقرني؟ مالها بالبيت؟ بالليل كانت بالمشفى. من شوي مريت على خالي نهى، دقت لها قامت طلعت عند ليلى. رح أستنى عائشة لتجي وبعدين بدي روح على الجامعة. سكري أنا جاي فورا. عن جد؟ ألو؟ شوكات؟ شوف يا أبي، كانت أمك بالبيت مبارح؟ طلعوا، شوفوا مين إجا. ليش ما قلت لي انه رحت لعندها؟ كنت بتعرف ما؟ شو مفكريني ولد قدامكم؟ لا ابي انا ما قلت لك، بس لحتى ما تعصب. اهلين وسهلين. اهلين فيك. اهلين وسهلين يا خانو، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. انا رايح من هون. ابي. شوكت. مرحبا شوكت بيك. اهلين. اهلين فيك. اهلا وسهلا. اهلين ابني. امبارح لما اجيت اتفقت مع المعلم. إيه عنده شغلة اضطر انه يروح، تفضلوا نحن بأمركم. شكرا لك. انا اتفقت مع هالجماعة، صار بيناتنا علاقة تجارية وشغل وعشرة، يعني هني كم شهر وبدهم يطلعوا من حياتي تماما. واذا كان سبب رفضك هدول الناس فهدول اول على اخر رح يطلعوا من حياتي. خلال هالفترة بدي إياكي تعرفيني أكتر، وعم بحكي لي صدقيني ما في داعي نضيع الوقت أنا وياكي. إذا شايفتيني أهل لهذا الشيء وبستاهيل خبره وبقلي دغري يطلعوا من بيتي خلص، يروحوا ويدوروا عبيد ويدبروا حالي. اوعى
اوعك تخليهم يتبهدلوا بسببي، الله يخليك، بعدين بزعل. طبعا ما رح طلع هي، اذا هيك رايك. انا ماني شخص قاسي، بس تعرفيني رح تتاكدي. انا بس بدي انت، كمان بنفس الوقت ما بدي اضغط عليك، بدي ضل بعينك انسان منيح. ابدا ما تكرهيني، ونضل نشوف بعض على طول. شكرا لك، بس كانه هيك عم بتدلعني شوي. لو بعرف انك رح تتدلعي ما سكتت ولا لحظه. يلا انا رايح. الله معك. اكيد بشوفك. بعنا شقة يا سهى، بعنا شقة. ماني مصدقة عن جد؟ إن شاء الله. إيه عن جد؟ اللي حكيت لك عنه مبارح، إجا هو ومرته اليوم واشتروها. إيه. لك ربحنا ربحنا، بعناها بعناها. الكل جانن هون، الكل جانن. يا ريتك هون وتشوفي شو عم يصير فينا. روح من هون. وأنا كمان بدي دق لأبي. المهم تروح. إن شاء الله ألف مبروك. يا خسارة، يا ريتني كنت معكم. كأنك هون، أنت بقلبي. شكراً لهالشعور، فرحت لك كتير شوكة. كل شي عم يتحسن. إيه، شكراً كتير لوقفتك جنبي. إن شاء الله كل شي بيزبط. إن شاء الله، إن شاء الله. أمي شوفي. ما في شي أمي. ليش عم تبكي؟ ولا شي. من تحت رأس أبي؟ أنتي وأبوكي. وهلأ شو صار؟ عيشتك هي مو عيشة. شو ما كان انت مع واحد متجوز، ولو كان جوزك القديم، حتى لو لقيتي حالك انك محقوقة من ورا نجلة، بس انت صاحبته لهالزلمة. شو هالحكي هاد امي؟ طبعا شو ما كان هو هلأ لساته متجوز وعنده ولد كمان حرام. رح ينفصلوا ورح نتجوز. إمتى؟ أنت هلأ خربت البيوت وخليتيني اشترك معك. أبوكي معه حق، كان هدفي إجي لساعدك، بس تبين إني أنا شريكتك. أنا ما عاد أقدر. أمي لو سمحتي روقي. وهالحكي كمان ما بينفع، انت ما بتعرفي شو عم بيصير. فكري فينا شوي وفكري بالوضع اللي نحن وصلنا له. وانت بالمستقبل رح تصيري ام، واكيد ما بتريدي حدا يخرب بيت الاولاد، لانه ظلم وحرام بحق الاولاد. مو هيك. هيك
هيك